السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في المشهد والذي نناقش فيه ضمن هذه الحلقة السيولة الأخيرة بمدينتي أطار وعينه للطايع، حجم الأضرار ومستوى التدخل. معي لمناقشة هذا الموضوع النائب عن مدينة أطار محفوظ رشيد، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، شكرا على قبول الدعوة والحضور معنا. بداية نتساءل جميعا، يعني ما حجم الخسائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، انا اشكر قناه المرابطون على الدعوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا نشوف قضيه حجم الخسائر، طبعا الخسائر كانت خسائر كبيره، الحمد لله اللي ما خلقوا فيها الارواح، هاي هو قاع اهم شيء. اما قضيه الديار وقضيه الحمد لله الاثاث وذاك، هاي مساله الحمد لله تعوض وقد يجبر لها حلول. الاضرار كانت كبيره شوي على مستوى العين خاصه، لانها تراوحت بين 150 120 هذا، لا يتمني يطيحوا ديار عاقب ذاك اثنتين ثلاثة ويطيحوا. هذا هو فطار حوالي 25 دار، معناها انه ما يتراوح بين 200 على الاقل باليشمال، في واحدين طايحين نص ديارهم، في واحدين طايحين لبيت منهم، يعني بعد باليشمال تقبلوا 200 تقريبا اسره منكوبه تقريبا. طيب الحديث الرسمي قال 102 اسره. طبعا على مستوى يعني هو ترون ان هذا نوعا من محاوله تقليل حجم هذه النكبة والكارثة؟ لا لا، العكس، هو فم الناس اللي طبعا العدد الإجمالي اللي طاحت الديار لنهاية متعقد 70 خارجة زيادة عدلوها على قتاك اللي طايح زر داره واللي طايح، وفهم اللي الواقيش اللي داخلهم اللي في ديارهم اللي طاحوا لهم بيت طاح لهم ما طاحت الدار كاملة. في اللي واحد الحقوباني دار من سيمو ومعاه شي من الطين، يطيح زر الطين يبقى زر سيمو، ذلك من ذلك مازال قد يعالج بيت وطاح له بيت، ذلك ما تقدر تقبضوه كرقاش متسك. طيب كيف يعالج هم السيول جاتهم ضرتهم؟ لا يتعالجوه في نفس المكان اللي كان؟ لا لا لا، العكس، لا حالا انا اظن نختار هنا نوه بتدخل الحكومه. تدخل الحكومه جاء في الوقت المناسب. طبعا المساله جات مساله عطله، وانتم تعرفوا الامور هم ثاني بالطريقه اللي اصلا تساير بها الامور. المساله الثانيه كانوا يحاولوا يعرفوا حجم الخسائر، لذلك الوالي واشكر من هذا المنبر والي ولايه ادرار على العمل الجبار، هو السلطات والجيش على التدخل في الوقت المناسب وعلى العمل الجبار اللي قاموا به، وهذا هو السبب اللي تاخرت فيه المفوضيه عن بيومين عن مشيها للساكنين. طيب شو العمل الجبار اللي قاموا به؟ هم اللي جاوا وقلعوا شمال الفراش من تحت؟ لا لا لا، العمل الجبار طبعا عمل جبار وحده عدلوه، هم جاوا لين خلقت الخسائر الجيش كامل بكر مع الصباح، وقال الوالي الاجراءات اللازمه وقبضوا الناس من الاماكن اللي فيها مجاري المياه وانقاذ الناس لتفادي الارواح، وهذا عمل جبار، لانه لو كان توخروا عنه كانت لا قدر الله كانت تخرج فيه الارواح، وذاك هو اللي مخيوف منه. طيب ما زلنا في نقطه التدخل الحكومي، يعني ما الذي تم تقديمه للسكان وانت كنت تشيد بحجم التدخل؟ انا اشيد لاني واقف عليه وحاضر وجاي معاه. شو قد قدموا له؟ قالوا واحد مار وتمر، هذا طار ظهري، يعني ما رفت حد شرب من التمر ولا هو زين. دقيقه دقيقه، ذاك اللي راه يقول تمر والزيت، لا هذا ما نقل. طبعا خليني انا اعطيك الاخبار. تفضل. اشبه كلام احلى فم لها احلى. انا جيت معاه ومتفق معاه وحاضر له تقسيم. ذاك الوقت اللي يقسم مأون 60 يوم لكل اسره، معاها ذيك الخيمه ومعاها ذوك البجوات ومعاها الحصائر ومعاها مؤون 60 يوم اعطاته المفوضيه، فاهم، لكي تفادي انه يتكرر. والمفوض اليوم رجع مع لجنه اليوم من الوزاره الاولى ومن الرئاسه، لجنه فنيه اليوم للرجوع للتقويم ايضا الاضرار اللي خاصه والمزال يرتفي خص من ذوك المواد الغذائيه، وموجود اليوم ذهب اليوم الى اطار، وموجود اليوم في اطار مع الوالي، واليوم في بين يقرف العين. طيب هل من خطط لاعاده اعمار المدينه؟ طبعا واضح. كيف ذلك؟ واضح، اشكر رئيس الجمهوريه على زيارته للاطار، وواضح ان فهم خطط اعمار، لانه لا يتقبل. طيب هو لم يلتزم باي شيء حتى. دقيقه جايك، لا نعطيك انا التزم به رئيس الجمهوريه. واضح من ان رئيس الجمهوريه شايل خطه اعمار، لانه لا يتعود لاحظت معاه، جاءت معاه لوزيره الاسكان فقط. لذلك السبب اعطى الالتزامات واعطى التعليمات التامه لوزاره الاسكان الوحده لشركه انار وشركه تي ام لتعديل السدود. والحمد لله جهه السحاب البارح زاد على 25 على العين و50 على يقرف، والحمد لله تعود لاحظت اليوم ما قامت فيه، انها كامله مشات بطبيعه مشي طبيعي بعد البطحه شهر باتجاه يقرف. لذلك رئيس اللي ما هم اسحاب ما يمتنع حتى ما لا لا انتصل للمستوى الذي جاو فيه السيول، ولكن الثقرات اللي كانت في 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 في, في السدود قفلتها انار بالامس.
نهائيه. هي طبعا انه قفلها مؤقت، لذلك لابد من حلول تعود حلول نهائيه ويعد تعدل بطريقه فنيه حقيقيه، ما هو كل سنه تم قايم منها العيط الى شهر 9 الاغلب. طيب تحدث عن التزامات الرئيس، ما هي التزاماته؟ التزاماته واحده بتخطيط المدينه واخذ الناس اللي في البطحه واللي ساكنه بالبطحه برفع بعطاها اماكن للسكن، وفي بعض الرجال رجال العين للطايه اللي كلهم فات اعطى ترابات، لذلك وزاره الاسكان اللي ان شاء الله تخططها تعطيها هذوك الاسر. طيب هذا التزام رسمي رئيس الجمهوريه في جلسه مغلقه، لان لم يتحدث عنه الاعلام. اللي نقول لك الجلسات الفنيه انا كلمته كان ماذا الرئيس ما يحتاج التزام الاعلام. لا ليس الاعلام، لكن الاعلام لم يخرج بها حتى لم يخرج. لا نقول لك كان المقربين من الرئيس لم يتحدثوا عن هذه التزامات. لا نقول لك كان انه هذه التزامات وهم لجنه فنيه ومتباركه معاهم وقاتلها من وزاره الاسكان ومع الوالي. اللي نقول لك انا قد مقربين انا نائب الولايه واليوم انا عندي اكثر اخبارها من الناس الاخرى اللي تعطيها لك. طيب كيف يعيش المتضررون هذه الايام اليوم؟ يعني كيف تشرح تفاصيل يومياتهم؟ كيف تتصورها؟ طبعا هو ما خلق مصيبه من النوع من المصايب ما عندها طبعا انعكاسها الذهني والبدني وارهاقها. يعني الحمد لله الناس متماسكه وجالك التدخل والعين كاملين متباركين مع حيله يساعدوا بها هذوك الاسر جميعا. والدوله رجعت اليوم بلجنه رجال الاعمال ولايه ادرار جالسين الليله في جلسه نهائيه لتاخذ تقديم المساعده. طيب يعني البعض يرى ان المتضررين يعانون من نقص المياه، المياه الصالحه للشرب الى غيره. جاءت تقسيمات، البعض راى انها رمزيه، ارز بعض الزيت الى غيره، خيم كما ذكرت انت الان وبعض الاغطيه. لحد الان لم يوفر الماء الصالح للشرب. الماء الصالح للشرب فيه في العين فيها سيتارنتين جاءوا وفاتوا ولا يجوا عليها اثنتين اليوم راهم شافوا عادات. لذلك العين اربع سترنات حايطين بها، اطار الاكبر من العين كان خساره عندنا الماء كانوا يسرفوها اربع سترنات. لذلك العين ما هي اكبر من مقاطعه اطار بلديه ريفيه، لذلك عندها اليوم من الصبح يعود عندها اربع سترنات يعطوا الماء، والنهار اللي احنا كانوا فيه كان فيه الماء يقسم. طبعا كانت في مشكله مياه ولكن الماء ما يقسم. طيب هناك تواريخ محتمله يعني او محدده لانشاء او اقامه التزامات الرئيس التي تحدثت عنها؟ نستنى اللجنه الفنيه هي اللي تعطي نستنى تقارير اللجنه الفنيه اللي هي موجوده حالا في اطار، نحن تقويمها النهائي وتعطونا مده اسبوع اثنين تراوا الاخبار النهائيه. طيب واثقين في ان هذه يعني البعض يرى انه لا يجب ان توجهوا النصح للمتضررين، ان عليهم ان يعتمدوا على انفسهم، يعني فالدوله لم تقدم اي شيء، عندك نموذج الطينطان، نموذج جنبود الى غيره. يعني نكون واقعيين، ما تنصحوا الناس انهم يتكلوا على رؤوسهم بدل من الدوله ان تقدم شيء؟ انت عندك الطينطان وعندك نبود ما تعدل لهم شيء. نبود لله يميز. انا ما لا يمكن اتكلم عن نبود لاني ما عندي خبر عن قضيه نبود، ولكن طيب عندك خبر عن عمارة الطينطان كان طبعا متواصل اظن عدل فيه ما ينبغي. ما بخصوص كيف العين. هو ما فات فيه شيء، اهله ما زالوا يطالبوا به، حتى التراب ما جبروا ترخيص ابنه والتزامات الاموال اللي جبروا كامل ما جبر منها شيء، ذا اللي يقولوا عنهم الى حد الان حقوقهم اللي التزم لهم بهم ما قدمت لهم. لا 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 انا اظن هذا في ياسر المزايدات، هذا اللي يحطوك هم اللي الموريتاني الى حد يتم يتكاسب على كل المزايدات لا يتم يعود زايد على بعض الامور. تدخل الدوله، الدوله عيال تتدخل في بعض المسالتين، واحده توفر السكن لهذا المواطنين المتضررين، توفر لهم مواد غذائيه، توفر لهم اماكن تسكن فيهم، وهذا الدوله عدلته من النهار الاول وراجعت له اليوم ما تزيد وتعرض للنقص فاش. لذلك هذا ما قد يجي بينه عشيه يتم وضحاها. طيب لذلك انت تعطيني مذنك بالطينطان الى حد الان ليس عشيه بين عشيه انا لا يمكن حالة انا لا يمكن ان اتحدث لك عنك طينطان حالة، انا ما اتحدث عنه. العين هي اللي عندي اخبارها وهي اللي يمكن اتحدث لك عنها لاني كنت فيها وجاي منها بالامس وراجع لها ان شاء الله بعد الصبح يوم سبت. لذلك اللي قدرت نتكلم عنه مما يخص مدينه بلديه العين. لا نحن لا نتحدث عن واقعيه الالتزامات التي تقدمها السلطات دائما في مثل هذه الحالات. انتم عندكم نماذج، شوف قضيه نموذجين. لا قاعد نقول لك انا في ياسر من المشاريع فيها بعض اللي توقف فيها، اللي بعض التمويلات ما مشوا فيها، اللي بعض التمويلات ما تقدم. هذا ماني قايل لك ما هو يخالف، يخالف عدل مولي ياسر مش الالتزامات اللي كانت اللي ما قط انقبضت بجديه ولا قط انقبضت بعين الاعتبار. طيب يؤخذ على البعض او ياخذ البعض على السلطات غياب خطط استعجاليه للتدخل في مثل هذه الحياه مثل هذه الحالات عفوا، الى اي حد الامر وارد؟ صحيح هذا اللي معك فيها. الدوله يلا تهمل الان هو صاعده تقبض احتياط وتعدل انفون من راسه، النوع اللي قال ليزيرجونس الحالات المستعجله يعود دائما جاهز.
هذا طبعا يعدل في الدول العظمى، الدول اللي فاتت عندها مستوى من البنيه التحتيه، عندها ياسر من الشيء اللي عندها فائض في الميزانيه. انت تعرف هو كامل امور تجي ما هي مقدره، شيء من قدر الله تمنين تجي كارثه في البلاد. طبعا دائما انكم اللي تعد طالح دي فون يلا تعد من دوران فون كبير، اللي فون كبير احنا عندنا نقص في المدارس، ما زلنا عندنا نقص في الاطباء، عندنا نقص في الطرق، لذلك ما قد تم مرقد الفضه والله فون المرده ما تعرف انت تخلق. يا تعدهم وسيله وفهم بعد شيء على الاقل الحالات المستعجله، شيء قد ينقذ الواقيش اليوم الاول مثلا واليوم الثاني، وتم تدخل سريع. هذه معك فيها ورانا على السلطات اخذ العين الاعتبار بها، وان شاء الله سنطرحها ان شاء الله الامور اللي اجبرنا منها التجربه في هذه التجربه الماضيه. طيب اسمح لي اذهب الى فاصل ثم اعود اليك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء، والتي نناقش فيها السيول الأخيرة بمدينتي أطار وعين أهل الطائح، عين أهل الطائح عفوا، نناقش حجم الأضرار ومستوى التدخل. معالي مناقشة هذا الموضوع النائب عن مدينة أطار محفوظ الرشيد، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. طيب السؤال هنا، ما المطلوب لتفادي أو تلافي مثل هذه الحالات التي تأتي جراء السيول؟ شوف المطلوب مسألتين، مطلوب المسألة الأولى اللي ينقالوا الأرباط والله السدود قالت تعدل بطريقة فنية وطريقة لمدة طويلة، هذه مسألة لا بد منها، ما قدم تعدل بالطريقة اللي تعدل بها شيء من توفنا وشيء من تراب يجمع مرة يحكم الماء مرة يجي الماء الآخر يرفضوا لفته، هذه مسألة لا بد منها. المسألة الثانية يعطي المواطنين هم اللي يتفاداوا أنهم يبنوا ديارهم والله يديروا أماكن السكن وفي الأمور اللي يعرفون فيها مجاري المياه، وهذه مسألة لابد المواطنين يفهموا أن خارجين مجاري مياه معروفة. طبعا في هو اللي وقعنا في أطار وقعنا في العين، لأن يعني الناس طبعا من ندرة الأمطار عادت الناس تبني في الأماكن مجاري المياه، ما كانت شاكن لا يجي المياه، وخمسين أطار عادوا بتجي 50 84 سيل 84 اللي رفد نص المدينة، لذلك هذه 50 اللي جات ما كانت متوقعه ابدا. احنا كان اكثر شيء يجينا 7 8 11. انتم تاخذونها بهذه الطيبه يعني طبعا التوقع. هي احنا كانت عندنا مشكله نقص كثير في الامطار، عندنا نقص كثير في المياه طبعا، اللي هي ما تخسر ما صلحت. احنا طبعا خسرنا هاسم الجهه اليوم يقير الامطار، اعطيها 4 سنوات 5 الحمد لله ما عنده مشكله المياه، نخليها هي اصلاح الحاله لا هي تتغير نهائيا. احنا ما لنا كيف ولايات الجنوب ولا ولايات الشرق اللي اسحاب تبارك الله ما يكفيهم من هالشيء، نحن لين جينا 50 والله 60 مده عامين هنا ترجع الاطار ولايه هذا تشوف الخضار مازال ماشي. طيب يقول بعض ان احتمال كوارث جراء السيول يبقى قائما مع كل فصل خريف يعني في موريتانيا، لماذا يغيب هنا التخطيط العمراني لهذه المدن، مدن الداخل تحديدا وبشكل عام؟ انا هذا معك تماما، انا اظن على وزاره الماليه ووزاره وزاره الاعمار الاربانيزم انها تاخذ بعين الجديه قضيه الولايات، الولايات اليوم ما فاتوا خطوا. قد تخطيط قديم عدله النصارى، وبعد والله خاصه مع احنا الاطار اللي كنت عدل النصارى تمركزوا فينا كثير من الوقت، ما انا قاعد احكي الولايات اللي جديده انها يلا تنقبض بعين الاعتبار. حتى اليوم التخطيط مازال على مستوى الحكام، مستوى توف عشوائي اللي يخطط مازال شوي لانه مكشوط، وانا تعرف ذاك فيه ينقبض فيه من القصرات في الاماكن العموميه، لذلك اظن عليهم يرسلوا لجان لجميع الولايات لتخطيط عمراني حقيقي. طيب اعاده الاعمار تتطلب تخطيط، يعني انتم الان تتصورون اللجنه الفنيه ستاخذ او ستخرج بتخطيط في حاله اعاده الاعمار، هل ستتم منح او سيتم منح المواطنين قطع ارضيه بالتساوي؟ كيف ستحافظون على ذلك النموذج المتكرر في موريتانيا؟ لا سيكون ستتوخذ قطع ارضيه بالتساوي لجميع، يعني بالضمان هي ارض لا تقسم ولا تقسم ب 200 متر ل 150 متر للجميع. موريتانيا قد تقسمت فيها 100,000 ارض لا قد تخرج فيها التساوي، يعني الضمانات اللي يطالبوا بها من اجل يعني ما هي المطالب التي ستطالبون بها من اجل ضمان الشفافيه في هذا الامر؟ لا شوف هذا في لجنه من العين من نفسها
دا فيه كوميسيون العين فيه العمده وفيه الوشاه اللي موجودين وطلبناها انها تقعد مع اللجنه الفنيه ولا لا ما يقولون قبل لا رجاش على رجاش كان ذاك عضو سدنا واحدين عن واحدين في قضيه المأمون اللي جبناه والله قضيه الخيام لا لا ما اللي يقولوا والله ما احنا قال واحدين على المضافي اي لكن ما لك مبسوط هذيك طيب البعض حدنا قالوا ما اون 60 يوم قطع عنها ضافيه طيب كلهم ضافيه طيب ما زال لا يدور لا يدور جهات سياسيه اتهمت ان السلطات قصرت في مستوى التدخل انا شفت انا اظن خالك شيء من الامور معيار التدخل والسياسه خلطه وحلو لكم الحوار يحلو لهم السياسه يحلو لهم انتقادات هاي كوارث اللي جايه للبشر وجايه للموريتانيين سيايا من المعارضه وسيايا من الاغلبيه يا ريت نتفاداو هي السياسه طيب يلا تنوي عندنا شيء في الواقعيه ايضا يعني يعود عندها ماده بشيء مقدمته طب بغيت تعطي تقول لنا مواطن يكفي كذا ولا كذا اي ماده اعطات مضوض دائما قضاء اعطى مؤون 60 يوم للمواطن معناه انه عنده الوقت اللي مسالي قد يزيدوا عليه شهر 6 اشهر والله 8 والله عامين يتفطر حل المشكله لذلك ما قد حد يقول ما هو كافي ما جاب لك حد قطره لا رمق لا تشرب مويها والله دير تمره في امك واعطاك 60 يوم هي الارز وهي دلوين هذا هو اللي يتكل وهو اللي يشرب فاهم لذلك الله اللي مولانا ذاك فيه المزايدات السياسيه وانا بعد شخصيا اليوم ما هو نتخمم ولا يصايب لهم كاع اطمع لي حيله نحل بها مشكله طيب الساكن المتفكر طيب عمده بلديه عينه للطائعه يعني وجه نداء استغاثه موجه للهيئات الوطنيه والدوليه يعني هنا نفهم اننا او هل يمكننا ان نفهم ان الوضع كارثي لهذا الحد توجيه نداء استغاثه؟ لا انا شوف اظن العمده العين عنده الحق وهذا قال صحيح وحد وقعت له كارثه يطلب المساعدات سواء الدوليه ولا سواء الداخليه كاع ولا تخسر شيء ولا معناها انها منقصه من الله يعد العكس واحد ندور احنا قد ما كثرت المساعدات قد ما كثرت الحلول قد ما جبرت التصورات لهذول المواطنين اللي مشردين اذا الوضع كارثي بهذا الحجم انا ما اقول لك انه كارثي بذيك الطريقه اللي كارثي اللي فهم الحمد لله انك حد القضيه مزات الله ما فيها الارواح ما نقدر نقول انه الحمد لله اللي طاح وجهها قالبيتهم من الطين فاهمه ما فيها ارواح الحمد لله لكن الحمد فيها لله. حصيلة عيشة عمر واحدين لهم سنوات يبنوا دار عقب طيح عليهم بيوتهم الطين وظرف صعب لا لا طيب طبيعي هذا معك فيه انت قاعد يتوقع لا فرص عمل انت قاعد تتوقع لك هم في تبرق زينه واحدين بانينهم بتون ويجيك زلزال هو هذا شيء من التقدير ومقدر كاين لذلك هذا المهم من هون النتيجه ان هذول الناس ينقبضوا من الاماكن اللي فيهم اللي فيها مجاري المياه وتنعطى لهم قطع عرضيه ويساعدوا على بنايه دول يساعدهم رجال اعمال ولايتهم ودائما لا يساعدوا ما هم من بخلاء الحمد لله هذه حقيقه وقلت لك انهم متباركين اللي يقدموا مساعدات ان شاء الله ربنا ولو خلدوا ان شاء الله دول تقوم به من ذيك الناحيه. طيب يعني بالحديث عن احتمال ذكرت نواكشوط احتمال المياه وغيره يعني كارثه ابعد الله الشر طبعا هناك حديث حول امكانيه ان تغمر مياه البحر نواكشوط عاصمه يعني هل هناك تتصورون انه هناك خطه لتفادي هذا الحديث او هذا الامر المحتمل وهل لديكم معلومات اصلا على الموضوع؟ عندي بعض المعلومات هو المعلومات دول قبل العين قبل سنين اسمه فاهم وقت يعدلوا فتره مقاطعات هذيك ولا فتره مقاطعه تبرق سيزيام وسينكيام وتبرق زينب لا يبدو بها لا يتعدوا شتو تيو لتيو قاع هون حتى سيبارة الصين هذه هم متباركين مع الصين الله اللي هذا العام واللي هامهم يعدوا ثلاث ولايات خاين فزالوا يشوفوا كانوا يعطوه للصين والله ما تدخله لذلك هو المهم فيه الصرف الصحي اولا بعد قاع ذا كامل اللي هون ما هو مشكله كمان قد المشكله هون المشكله المياه اللي في نواكشوط موجوده من الفونسات وموجوده من المياه اللي نستعمله يوميا ما عندها قاع هي ما عندها مخرج الا تقضهم في التراب وتم تحت الديار هذا بعد قاع هو المشكله المطروحه اللي هي قضيه الصرف الصحي اللي تكلفته غاليه يغلب على الدوله قبلت فيه خطوه جباره انها بدات فيه وبدات في الولايات وهم تواتهم جاوا متواتكين معها يعني طيب هذا الصرف الصحي يعني وبعض الصور اللي وزاره البيئه لديها بعض الصور عبر الاقمار الصناعيه تقول فيها او وردت اليها عبر اقمار صناعيه ما ادري من اين لكن تقول فيها ان هناك احتمال ان تغمر مياه البحر اجزاء من نواكشوط وموريتانيا لديها التعاون الموريتاني الالماني لردم ثغرات في البحر حول هذا استعداد في وجه هذه لا لا هذه الدولة جاءت دوم متباركة تدرس الموضوع لكي تعدل شو قالوا شريط شريط رملي شريط رملي يعود لأنه هذا الشريط الرملي هذا كامل من ناحية الموريتانيا طبعا مفوتوا زمن أهل الترا وأهل المحارة يحوشوا من قدو سنة رمال أنه ذولي قبل فاهم احنا مالي هذه مشكلة هم مشكلة المواطن طيب هذه القضية لم تناقش في البرلمان يوما ناقشناها بقضية لاسين اسمها ويارتها تنطرح في ضركاتيها في البرلمان وتتوقعون انت اللي تمرر؟ في الدورة الجاية طيب ما الذي يحتاجه المتضررون حاليا يعني بعد هذا التدخل الذي ذكرت؟
اي متضرر والله اتكلم عن متضررين لا متضررين في العين في العين لا المتضررين في العين حالا يحتاجوا قضيه تخطيط الاراضي بسرعه كي الناس كلها قبل الارض قد واحده المساعده مالي من قد الدوله على قضيه بناء على الاقل كل حتى اعطى له قطعين بلال وبيت هذا فاهمه والله بيته مرافق فيها دوش وحمام او لو خره على المساعدات كامله قد الله له المساعدات رجال الاعمال مساعدات الجميع يدور الله يخرج من ذاك يعني على الاقل تعودهم قطعه ارضيه تعودهم اللي في مكان يعود ما هو مسيل هذا هو اللي مرجو اليوم انه يعدل بسرعه وهو اللي عاكفين عليه. هل تضررت الواحات؟ لا الحمد لله لا ما تضر لا تضرر. طيب البعض يقول المتضررين هناك الان تحت خيم يعانون من الحر واجواء حرص الحمد لله ما هو خارج الايام العين بارده انا كنت فيها والجو بارد طبعا انهم في حاله يا غالي الحمد لله نحن الموريتاني غالبيه الناس لكن اللي قاعد اللي يبات عند قريبه ولا كامل لا اولاد عم واخوت احنا مالي عندنا الحمد لله ايجابيه ما عندنا ناس اخرى لكن اللي يستضاف اخوه يستضاف قريبه الناس كامله ما كان صبحت فماتيه طبعا ما عندها ديار يا غالي كلها يبات عند قريبه الحمد لله مزح احنا شعب مسلم وهذا هو المساله اللي عنده الموريتاني اللي يعطيهم يحافظوا عليه هذا التكامل الاجتماعي اللي مستانا قد اليوم قيموا عدد داره لكن انت مش قاعد معك تنوكل معك معروف بلات والله تفصيل هذا مازال هو اللي يارت موريتانيا يحافظوا عليه ويارت يحافظوا على السلم الاجتماعي ويارت يحافظوا على موريتانيا ما يوعد افريقيا حتى شاف الدول وشاف هذه شاف سوريا اللي كانت بلد زين وشاف اليمن وشاف ليبيا اللي عندها النفط وعندها كل شيء يحمد مولانا عليه ان الموريتانيين انه مده متخاويه وكنا يطيح حقيات من الاخر وكنا يجي يطرب الاخر مره يكشر فيه مره يطيحها منه احنا عندنا ياس من الايجابيات اللي ما هي عند المجتمعات تقصد الأخرين. التكافل الاجتماعي تقصد التكافل الاجتماعي رغم صعوبه الحياه وغلاء الاسعار الى غيره طبعا غير بعده يتم لكنه يتحمل صاحبه ولكنه يطيح من صاحبه شيء الى مرحله ما يعتقد الى مرحله ما قال يعني تعقب كل حد يشتغل وتعقب يخرج ظفره اقتصاديه والله يجيب مولانا نفط والله يجيب شيء مولانا يقدم ظل الازمه الاقتصاديه التي تحدثها ظرك في ازمه اقتصاديه البعض يتحدث عنها من اين؟ ظرك حاله موريتانيا لا الحمد لله ما في ازمه اقتصاديه، ازمه اقتصاديه تنقال اذا كانت الاماكن عندما عندك ازمه اقتصاديه خلص بالنسبه لها في تدني في رواتب في غلاء في الاسعار، في ارتفاع في المحروقات في الى غيره، كل هذه الصعوبه مطروحه الان. شوف انا اظن ذو الامور فيها طبعا اللي يرتواك يراجع به اللي كان طبعا الظروف كانت صعبه والعالم كان في ازمه اقتصاديه بدات تتراجع، والحمد لله نحن الازمه الاقتصاديه اللي هوتنا بعد قطعا موريتانيا ما خصها اي مواد غذائيه، الناس كانت الحمد لله كل شيء، خلاص بالنسبه لها عندك الناس تمشي شوار كولومبيا تمشي شوار امريكا تدخل اياك تجيب لي بابي جينيك تجيب نفسها الصابون مع عندها لانها ازمه راهي دوله نفطيه، معناها ان الحمد لله نحن ما قطعنا لحقنا وظاهر لي مولانا الحكومه سيطرت على قضيه الازمه الاقتصاديه اللي وقعت في العالم، فهمت الله محافظه على توازن في ميزانيه مع سقوط الحديد وتعرف المشاكل اللي تعثرت فيهم شركه موريتانيا المعادن فاهم انا اظن الموريتانيين وهذا هو النداء انهم يتوجهوا شور الصيد احنا عندنا البحر يا للاسف الموريتانيين من الصيد الذي قالوا البحر خايفين منه طيب الكلام ابتعد كثيرا عن الموضوع يعني هل من تنسيق مع المجتمع الاهلي تنسيق بينكم والمجتمع الاهلي من اجل مساعده المتضررين المجتمع الاهلي يعني كذا المجتمع المدني لا ما بينا تنسيق انا التنسيق بيني اللي واحد فيه حاله لا مع الحكومه والله مع رجال الاعمال الولايه وعندك لك اجتماع الليله انا ماني جاحده عندنا اجتماع الليله ان شاء الله وربنا سيخرج بنتائج مساعدات ان شاء الله ستوجه للمواطنين لذلك انا عاكف على قضيه الحكومه باتصال مع اللجان الفنيه ومع الوالي مشكورا على العمل اللي قايم به اللي يوميا يكومينيكينا طيب كيف الأحوال. ستكون هذه المساعدات يعني كيف ستكون هذه المساعدات؟ هذه المساعدات اي المساعدات؟ المساعدات التي سيجتمع عليها رجال الاعمال هذه ستكون طبعا مساعدات ماديه طبعا سيروا كل حد المواطنين يعطى له شيء مادي يبني به بيوت في القطاع الارضيه فترة طيب ان شاء الله ما هي الرساله التي توجهونها الان؟ انا اوجه رسالتين واحده اوجه الى كافه المواطنين وخاصه جميع المواطنين انهم ذاك اللي منهم يقد يساعد انهيارتها قاعد تعود سنه الناس يسوى في العين ويسوى في بير المقرين ويسوى في ديرك ويسوى في امرج ويسوى في كرمسين يارت المواطنين كاملين ويارت طبعا المعارضه هي المعارضه ما لا تبقى تبقى الا على جانب الكريتيك الجانب الثالث جانب النقد جانب النقدي يارت هي تعرف المواطنين يارت بعد يمشوا يعود هو حقهم يمشوش العين يمشوا مالهم هم مضغوط عليهم رجال اعمالهم يضغط عليهم غيرهم يضغط عليهم مضغوط عليهم ممنوعين من الوظائف وين يقدروا يمشوا شو انا قضيه نوع من الامور يعود كارثه يارت مواطنين كاملين سواء سياسه فيه ويساعدوك المواطنين المنكوبين مده تعود هون
تخرصوا ديال الجيش اللي منكمين وتعود كامله هبه واحده على جيشته. طلبوا جميع اطر ولايه ادرار وجميع ساكني ادرار رجال اعمالها بما انهم واحد ما ينووا عليه دول يعدلوهم واحد باجتماعات انهم كاملين ذاك منهم قاعد يساعد مدينه العين لاحتواء هذه الكارثه اللي وقعت. طيب البعض يرى ان هناك نوع من التمايز حول بعض المدن الموريتانية، يعني تم التدخل في الكارثة التي حصلت في عين للطائع كما تصفونها يعني شراء السيول، ولم يتم التدخل بالحجم بذات الحجم في أنبود على سبيل المثال. أنا لا ما لي أنا ما غضيت كارثة أنبود ما عندي عنها خبر شخصيا، لذلك كان مثل ما عندي خبر ما بقيت أتكلم فيه. أنا أعرف أن كارثة العين اللي وقعت طبعا إحنا بعد تعرفون من اول الاشخاص اللي طلبنا انها يخلق فيها التدخل وجات الدوله دخلت فيها وبدات الناس كامله متوجهه لها. لا اعرف هل الانبوب طلبوا التدخل ام لا، ما انا مثلاً ما عندي عنها خبر ما يمكن اعدل لك بها مقارنه. انا من المنبر فقط اشكر الدوله واشكر المواطنين اللي ساعدوا. ترى الدوله تساوي يعني على لا اظن ابدا ان الدوله في تمييز بين العين وانبوب وبين كلمسين وامرش. هذا مواطنين موريتانيين كاملين، ما اللي يدخل قاع فيهم كارثه ما جاوهم قاع موريتاني كامل وصف الحكومه ويسوى ما الحكم. هذا هو يعطي طبيعه الحال، لذلك لا اظن انه في تمييز بين الاماكن. طيب اذا نائب عن مدينه عطار محفوظ بشيد، شكرا جزيلا لك، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. مشاهدي الكرام الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه، نلتقي بكم في حلقه اخرى من المشهد. تقبلوا اطيب المنى، السلام عليكم. شكرا.